بسم الله الرحمن الرحيم، بين يستهل والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف الخلق اجمعين. شباب الصف الاول الثانوي، النهارده بنكمل مع بعض الدرس الثالث في الوحده الاولى عندنا في الترم الثاني اللي بتناقش سكان مصر. والنهارده هنتكلم عن الدرس الاخير اللي بيتكلم عن حاجه اسمها المشكله السكانيه في مصر. درسنا النهارده بيناقش جزئيتين اساسيتين وبنطلع منهم بفكره رئيسيه، ايه هي المشكله وايه الحلول المقترحه. اولا، مصر بتحاول تعمل تنمية اقتصادية وتنمية اجتماعية بقالها فترة زمنية طويلة جدا، ولكن للأسف الشديد كل جهود التنمية اللي بتبذلها الدولة المصرية بيقف قدامها عائق وحيد، عائق رئيسي في تحقيقها والوصول بمصر لمصاف الدول المتقدمة، المشكلة السكانية. دورنا النهاردة نعرف يعني ايه مشكلة سكانية، نعرف أسباب المشكلة السكانية، ونعرف النتائج المترتبة على المشكلة السكانية. لأن أنتوا لو مفكرين إن المشكلة السكانية في حد ذاتها تعتبر مشكلة، لا، المصيبة في المشاكل اللي هتحصل نتيجة المشكلة السكانية. أولا، أول حاجة النهاردة يعني إيه مشكلة سكانية. تعريف المشكلة السكانية عبارة عن نمو سريع لسكان، هذا النمو لا يتناسب مع موارد الدولة. نمو سريع للسكان، هذا النمو لا يتناسب مع موارد الدولة وينتج عنه انخفاض المستوى الصحي والتعليمي والاقتصادي وسوء التوزيع الجغرافي. تبقى مشكلتنا السكانية سكان كتير، موارد غير متناسبة مع زيادة السكان. تبقى هنقول زيادة السكان بمعدلات لا تناسب موارد الدولة. طيب، المشكلة دي لازم يكون ليها أسباب. كلمة أسباب بنسميها أبعاد، بنسميها أسس، بنسميها أركان، كلهم نفس المعنى. تبقى كلمة أبعاد المشكلة يعني أسباب المشكلة السكانية. أنا عندي مشكلتنا السكانية ليها أربع أسباب أو أربع أبعاد رئيسية. البعد الأولاني يا أولاد من أسباب مشكلتنا السكانية إن مفيش توازن بين عدد السكان والموارد والخدمات، أي إن عدد السكان أكتر بكتير قوي من الموارد المتاحة، ودي أول سبب إن السكان بيزيدوا بمعدلات أكبر بكتير من إمكانيات الدولة اللي بتوفرها. تاني بعد من أبعاد المشكلة السكانية سوء توزيع السكان، ودي خدناه في الدرس الثاني، ان 98% من سكان مصر عايشين على مساحة 5%، والتوزيع ده يا جماعة توزيع سيء جدا جدا جدا، احنا تعرفنا على اسبابه الدرس اللي فات. طيب، سوء التوزيع ده يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى الضغط الشديد على خدمات المدن، الطرق مش هيكون مكفية، هيكون في زحمة باستمرار، المية هتقطع باستمرار لان الضغط على الكهرباء زيادة، المية هتقطع باستمرار لان الضغط عليها شديد، والكهرباء هتقطع برضو باستمرار، اسف، هتقطع باستمرار علشان برضو عليها الضغط شديد. كل ما عددنا زاد، يعني انا مثلا بنينا مدينة علشان تتحمل كثافة سكانية تقدر ب 3 مليون نسمة، فجأة وصل عدد سكان المدينة دول 5 مليون نسمة، يعني في 2 مليون عايشين ضغط زيادة على خدمات المدينة دي. فطبيعة الحال كل خدمات المدينة هتنهار قدام الزيادة الرهيبة دي. رقم 2، ظهور مشكلات جديدة زي تلوث المدينة والبيئة، زحف العمران على أرض زراعية، وانتشار طبعا ظاهرة الأحياء العشوائية اللي منتشرة بكثرة في مدينة القاهرة. تبقى تاني سبب من أسباب المشكلة السكانية سوء توزيع السكان. من أسباب المشكلة السكانية عندنا البعد الثالث، ارتفاع نسبة صغار السن، الأطفال أقل من 15 سنة. لما نسبتهم بترتفع في المدينة، رقم 1، بتحتاج خدمات كتير وبتزود معدل الإعالة، وبتزود معدل الإعالة. تبقى البعد الثالث، ارتفاع نسبة صغار السن، ارتفاع نسبة صغار السن لما بتزيد بتزود حاجة اسمها الإعالة وبتزود الخدمات، لازم تزود. أنا عامل حسابي على ميلاد عام 2021 إن مصر هيتولد فيها 2 مليون طفل، ربنا كرمنا وبقى عندنا 4 مليون طفل. معنى كده حضرتك أنا ما كنتش عامل حسابي، ما كنتش جايب فلوس زيادة، فلنفترض أنت أب، فطبيعة الحال محتاج تبني مدارس جديدة وتوفر رعاية صحية أكتر وتوفر إمكانيات طبية أكتر. طبعا ده كله بيتحمل وبيتكلف
مصاريف كتير واموال ضخمه جدا، بدل ما الفلوس دي تروح لجهود التنميه وانشاء مشاريع تعود بالنفع على الدوله، بتضطر ان انت تنفقها لتوفير حياه كريمه لهؤلاء الاطفال. فبالتالي انا بتاخر في التقدم. ليه بتاخر في التقدم؟ علشان في امور سلبيه هي اللي معطلاني. انا شغال لكن بدل ما اودي فلوسي كلها مجهودي كله للاقتصاد عشان ارتقي بدولتي، بضطر ان انا اخد من فلوس الاقتصاد علشان اصرف على الاطفال. البعد الرابع يا اولاد من ابعاد المشكله السكانيه، اخر بعد، انخفاض المستوى الاقتصادي والتعليمي لسكان الدوله. انخفاض المستوى الاقتصادي والتعليمي، اقتصادي بطاله، تعليمي اميه. يعني لما تتكلم عن الانخفاض الاقتصادي والتعليمي عبرهم لي بمصطلحين تانيين، الانخفاض الاقتصادي يمثل البطاله والانخفاض التعليمي يمثل الاميه. طب ما نتيجه هذا الانخفاض؟ ارتفاع الاميه والبطاله وارتفاع حجم الفقر، ارتفاع حجم الفقر بصوره كبيره. اذا ابعاد المشكله السكانيه في الدوله المصريه اربع ابعاد، اربع اسباب. واحد، اول بعد من ابعاد المشكله السكانيه سوء توزيع السكان. سوء توزيع السكان. البعد الثاني ارتفاع نسبة صغر السن. البعد الثالث انخفاض المستوى الاقتصادي والتعليمي لسكان الدوله المصريه. البعد الرابع اللي احنا كنا قلناه في الاول خالص، عدم التوازن بين سكان وموارد الدوله. طب احنا كده قلنا الابعاد الاربعه. طيب بما ان السكان زيادتهم لما بتكون اكتر من المعدلات المطلوبه بيعمل ازمات كبيره للدوله بتاعتنا، ما هي المشكله السكانيه؟ ايه هي المشكلات المترتبه على المشكله السكانيه؟ المشكله السكانيه ولاد عملت لي مصايب كتيره جدا جدا جدا. من كتر المصايب دي انا صنفتهم في مجموعتين، ان هناك مشاكل اقتصاديه وهناك مشاكل اجتماعيه. ما هي المشاكل الاقتصاديه الناتجه عن المشكله السكانيه؟ عندي حاجتين هينقصوا، حاجتين هينقصوا. واحد، نقص الغذاء. طبيعة الحال أنا دولتي مساحة الأرض عندنا 8 مليون فدان، زرعتهم قمح عشان يقضوا 90 مليون بني آدم. لما أكون 100 مليون بني آدم أنا كده زدت 10 مليون بني آدم. على فكرة 8 مليون فدان هم اللي هيجيبوا 9 مليون طن قمح. معنى كده إيه؟ معنى كده إن أنا عندي عجز، محتاج أوفر قمح ل 10 مليون بني آدم زيادة. بقينا 105، محتاج اوفر قمح ل 115 مليون بني آدم زيادة. طيب لذلك زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية تؤدي للضغط الشديد على المنتجات الزراعية اللي ما بتقدرش تكفي كل السكان، لأن احنا بنزيد بمعدلات كبيرة جدا. علشان كده الدولة عشان تسد العجز ده يا جماعة بتضطر إن هي تستورد محاصيل غذائية من الخارج. معلومة، مصر أكبر دولة إفريقية وعربية في إنتاج القمح. إحنا دولة المفارقات الغريبة، دولة العجائب. الدولة بتاعتنا ده مش عيب على الدولة ومش إهانة للدولة، ده لأن في مصيبة في الدولة اسمها المشكلة السكانية، الشعب هو السبب فيها. إيه هي؟ المفارقة العجيبة إن إحنا أكبر دولة عربية وإفريقية في إنتاج القمح. المفروض يكون عندنا فائض. المفارقة بقى ان احنا اكبر دولة على مستوى العالم في استيراد القمح، ودي مصيبة كبيرة جدا. ازاي انت دولة انتاجها كبير؟ يعني لو انا بقولك بستورد زي السعودية وكلام من ده عشان ما بننتجش، لكن احنا بننتج وانتاجنا كبير جدا جدا جدا. طيب المشكلة التانية برضو نقص، لما عدد سكاننا يزيد نقص في المياه العذبة، لان حجم المياه اللي بتجي لنا كل سنة 55 مليار متر مكعب زي ما عرفناها الترم الاولاني. والله ال 55 مليار بتوعك، لو انت 70 مليون مواطن هم ال 55، لو انت 90 هم ال 55، لو انت 100 مليون هم ال 55. المصيبه الكبيره ان حجم الميه المقرره لكل مواطن في مصر 750 متر مكعب، وده اقل من المعدل العالمي، لان العالم عملوا
ترمومتر مؤشر كده يقول لك الدولة اللي عدد سكانها أو سكانها المواطن نصيبه من المية العذبة 1000 متر مكعب من المية سنويا، دي دولة فقيرة مائيا. لذلك احنا أقل من الفقر المائي العالمي، المؤشر العالمي احنا أقل منه. ليه؟ علشان الزيادة السكانية الاجتماعية، حاجة اسمها ايه؟ مشاكل اجتماعية، ودول كتير قوي هترتب على المشكلة السكانية. أول حاجة العشوائيات وازدحام المدن. طبعا زي ما قلت في الأول إن هجرة سكان الريف إلى المدن نظرا للفقر اللي موجود في الريف يؤدي إلى الضغط الشديد جدا على خدمات المدينة، مما يؤدي إلى ظهور الزحمة المستمرة في شوارع المدن الكبرى وظهور أحياء عشوائية تهدد أمن واستقرار المجتمع المصري. طب يعني إيه عشوائيات؟ مناطق بنيت حول المدن الكبرى أو داخلها غير مخططة عمرانيا وتفتقر للمرافق والخدمات. العشوائيات هي تجمعات عمرانية في المدن الكبرى وحولها غير مخططة وتفتقر للمرافق والخدمات. تاني مشكلة اجتماعية يا أولاد، مشكلة الفقر، بس هنا فقر الدخل، فقر الدخل الفردي والدخل القومي. بنلاحظ ان نسبة كبيرة من المصريين 40% من المجتمع المصري عايش تحت خط الفقر. خط الفقر ده الدولة المصرية حددته ب 3076 جنيه سنويا، اي ما يعادل 258 جنيه في الشهر. تاني مواطن الفلوس اللي بيقبضها من الشغل او من الدولة 258 جنيه، ده ايه؟ ده اسمه خط الفقر. الكارثة المصيبة ان في 40% دخلهم اقل من 258 جنيه في الشهر. تبقى بنقول يعاني 40% من المجتمع المصري من مستوى معيشة اقل من خط الفقر. طب هو خط الفقر عندنا كام؟ 3076 جنيه سنويا. يا ريت نحط مليون خط، 3076 جنيه سنويا. الكارثة ان 40% من المصريين تحت الرقم ده. بعد كده عندي حاجة اسمها أمية، ودي سمعناها كتير قبل كده. الأمية هي افتقاد الإنسان للمهارات الأساسية القراءة والكتابة. نلاحظ مصر معدل الأمية فيها 30%. لما بنقسم مصر ذكور وإناث بنلاحظ إن نسبة الأمية أكتر في الإناث من الذكور، وبنلاحظ إن نسبة الأمية في الريف أكتر من المدن. طيب الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات الأمية في الريف المصري إيه؟ انتشار الزراعة، انخفاض مستوى المعيشة، قلة الخدمات التعليمية، لجوء عدد كبير من الأطفال للعمل في الحقول والزراعة. لماذا ترتفع الأمية في الريف عن المدن؟ انتشار الزراعة، انخفاض مستوى المعيشة، قلة الخدمات، لجوء عدد كبير من الأطفال للعمل في الحقول. طيب بشكل عام إيه سبب انتشار الأمية في الدولة المصرية؟ واحد، انخفاض كفاءة العملية التعليمية، الفقر ومستوى المعيشة، سوء توزيع الخدمات التعليمية، استخدام الأطفال كأيدي عاملة. تبقى في أسباب للأمية في الريف وفي أسباب عامة للدولة المصرية. طيب ما هي أهم الوسائل الدولة المصرية لمواجهة الأمية؟ أعمل برامج محو الأمية اللي هي تعليم الكبار. رقم 2، أطور العملية التعليمية تطوير شامل وإنشاء مدارس جديدة. رقم 3، تكليف الخريجين بالعمل في هذا المجال بشكل تطوعي قبل الالتحاق بالوظائف، وده فعلا بيسموه العمل التطوعي حاليا موجود يا اولاد، في حاجه اسمها العمل التطوعي لازم كل طلاب كليه اداب وتربيه يعملوها. لازم يشتغل سنه خدمه للدوله المصريه في مجال التعليم ان هو يشارك في محو اميه عدد من فاقدي القدره على القراءه والكتابه المسمى الامي. طيب الاميه رقم 4 البطالة. والبطالة أشخاص في سن العمل وقادرين على العمل ولكنهم لا يعملون. معدلات البطالة عندنا ليه عندنا بطالة؟ أولا البطالة عندنا معدلاتها كبيرة، عدد العاطلين 3.2 مليون شاب، يعني 12% من قوة العمل. نلاحظ
ان معدل الاعاله بيزيد في الذكور عن الاناث، او سوري يزيد في الاناث عن الذكور، والبطاله بتقل في الذكور. معنى كده ارتفاع البطاله في معادلات الاناث وانخفاض البطاله في الذكور. بما تفسر ليه البطاله في مصر مرتفعه؟ البطاله مرتفعه عشان واحد قصور النمو الاقتصادي عن ملاحقه النمو السكاني، رقم اتنين عجز المدخرات المحليه عن تمويل الاستثمارات. انا لما باجي اعمل مشروع يا اولاد بتجه للبنوك عشان اخد قرض. حلو، لو المجتمع بتاعي مستوى الدخل بتاعه كبير هيوفر فلوس وهيدخر الفلوس دي في البنك، يحطها وديعه في البنك مثلا. لو حسبنا عدد المواطنين هيحطوا فلوسهم في البنك، فكده الفلوس اللي في البنوك المصريه هتزيد، فهتبقى عندي رصيد ثابت من العمله النقديه او السيوله الماليه، هقدر امول اي مشروع انا عايزه. لكن انخفاض مستوى الدخل خلى حجم المدخرات في البنوك يا ولاد قليل، فالدوله عشان تعالج الموضوع ده بتضطر ان هي تقترض من الخارج. ايه مقترحاتي لحل مشكله البطاله؟ اركز على التعليم الفني، اوجه الاستثمارات نحو المشاريع الصغيره والمتوسطه، احفز مجتمعات المجتمع المدني، مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات الصغيره. مؤسسات المجتمع المدني زي الجمعيات الاهليه اللي تساعد الفقراء والمحتاجين، واللي بتساعد الشباب ان هم يعملوا مشاريع، زي جمعيه الاورمان والجمعيات دي اللي بتساعد الشباب سواء كانوا ذكور او اناث على اقامه مشاريع صغيره تساهم في الاقتصاد. انتوا عارفين يا اولاد ان دوله الصين في اوائل التسعينات لما بدات تعمل النهضه القوميه لدوله الصين والمشروع القومي الصيني، ما بداتش بمشاريع عملاقه ولا حاجه، لا، الدولة ادت اوبشن للشباب ان هم يتوسعوا في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبدأت توفر الاموال اللازمة لهذه المشاريع، فبدأ عدد الشباب كتير جدا يعمل مشاريع صغيرة ومتوسطة، فحجم المشروعات كان كبير جدا، وكل شاب مشروعه نجح بدأ يكبر مشروعه لغاية ما وصلت هذه المشاريع الى شركات عملاقة اصبحت رائدة في مجال الاقتصاد العالمي. مشكلة الإدمان وتعاطي المخدرات. الإدمان وتعاطي المخدرات مشكلة مرتبطة بالبطالة والفقر، وزادت بشكل كبير جدا في السنوات الأخيرة. الطرق المتاحة قدامي عشان أواجه الإدمان بشكل عام، لازم أعمل وعي بين الشباب لأخطار المخدرات، ولازم أعمل تنمية اقتصادية عشان أوفر فرص العمل، لأن الشباب دول سبب اتجاههم للإدمان حالة نفسية، والحالة النفسية السيئة سببها الفقر والبطالة. فعلشان يبعد أوفر له شغل، لأنه لو اشتغل مش هيلاقي الوقت الكافي إنه يدمن أو يتجه في اتجاه المخدرات، ولا هيرضى ينفق أمواله في اتجاه المخدرات، لأنه هيصعب عليه فلوسه اللي تعب فيها يصرفها في اتجاه تافه زي المخدرات. رقم 3 تفعيل قوانين جلب وإتجار في المخدرات. رقم 4 محاربة الأمية والجهل والاعتقادات الخاطئة في المخدرات. دي كده يا ولاد الأسباب أو النتائج الاجتماعية. عندنا آخر نقطة، إزاي أواجه المشكلة السكانية بشكل عام بقى؟ أواجهها بمشاكلها المرتبطة بيها، لأن المشكلة السكانية دي عاملة زي سلسلة مرتبطة بمشاكل كتير جدا، فانت لازم تحل كل السلاسل دي كلها مع بعض. الحل، 1 اتوسع في برامج التنمية الإقليمية. يعني ايه يا مستر؟ يعني لما تحب تبني مدينة جديدة او تحب تعمل مشروع جديد عملاق، ابنيه بعيد عن مناطق الازدحام السكاني، اعمله في الواحات، اعمله في سيناء، اعمله في الساحل الشمالي، اعمله في البحر الاحمر. رقم 2 البحث عن مصادر جديدة للمياه، خصوصا مع المشكلة المتفاقمة مع الدولة الاثيوبية. طبعا لازم اجيب ميه جديد، اكتر مصادر الميه عشان ازرع اراضي كتيره علشان اسد الفجوه الغذائيه، لان بعض الشباب لما جينا قلنا ان انا عندي نقص في الانتاج الغذائي علشان الدوله بتاعتنا بتستورد من بره. طب يا مستر ما بنزرعش ليه؟ ما نزرع عشان ما نستوردش من بره. يا حبيبي علشان ازرع محتاج ميه، لان انا عندي نقص شديد في المياه. انا مساحه الارض اللي انا بزرعها اعتمادا على المياه المتوفره، علشان ازرع اراضي جديده لازم يكون عندي مصادر جديده للمياه العذبه.
رقم 3 تطوير التعليم خصوصا التعليم الفني. رقم 4 تحسين العلاقات مع الدول المجاورة عشان خاطر أوفر فرص عمل للمصريين وأحافظ على العمال المصريين اللي هناك. رقم 5 أتبع برامج فعالة لتنمية البشر من خلال التعليم والصحة. طبعا أنا عندي 5 قطاعات لازم أركز عليهم كويس قوي علشان أحل المشكلة السكانية في الدولة المصرية. بكده يكون خلصنا الدرس بتاعنا وانتهينا من الوحدة الثالثة عندنا، اللي هي الوحدة الأولى في الترم الأولاني، وحدة سكان مصر. إن شاء الله بإذن الله الوحدة الجديدة هنتكلم عن أهم الأنشطة الاقتصادية الموجودة في الدولة المصرية. في أمان الله.